ضايع شوط انت الاخر في هذا الصباح الجميل، والشوط الخامس الذي تعلن فيه الانطلاق عن الابكار. الحقائق في هذا المنطلق وفي هذه الشعارات العديدة والشعارات المتشكلة في ألوانها التي تتنافس على شرف الفوز وناموس عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. الابكار في خامس الأشواط انطلقت نسير ونبحر في عمق الميدان. هذه بشاير تتقدم على المركز الأول، على المركز الأول سلطان بن عويض بن المنهالي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع في هذه الانطلاق. يا سلام المركز الثاني، ثاني المراكز أشوف الظبي، الظبي سهيل بن رملي بن محمد العامري في هذه الانطلاقات، بينما المركز الثالث بن درويش من الجانب الآخر يتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه تتقدم لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري، تأتي في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما هناك في هذه التحديات شوف 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 الدخول في هذه الانطلاقة على المركز الرابع وعلى الانطلاقة الفائزة، هذه الفائزة لراشد بن سيف بن سالم المزروعي في المركز الرابع. المركز الخامس شوف اللي تدخلت، شوف اللي وصلت هذه الفائزة أيضا، محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي يتقدم. المركز السادس في هذه اللحظات وصلت في سادس المراكز عوايد، عوايد غانم بن سلطان بن سالم الهاشمي. المركز السابع علي بن سعيد الزرعي من الجانب الآخر. المركز الثامن منصورة لأحمد بالكندي بن راشد الهاشمي بن نكد بن راشد الهاشمي. والمركز التاسع، التاسع شوف اللي وصلت، شوف اللي حضر، السلام محمد بن خزام بن محمد المنصوري وسعيد بن مطر الرميثي في المركز العاشر. نعود إلى المراكز الأولى، نعود مرة ثانية على المركز الأول، وبن درويش هناك يقدم البرشة، يقدم البرشة على المركز الأول. تسيطر على مقدمة الشوط حمد بن سيف بن سلطان بن درويش المنصوري. والمركز الثاني، المركز الثاني بشاير 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 سلطان بن معويض بن السلطان بن معويض بن برغش المنهالي يتقدم، يتقدم المنهالي في هذه الانطلاقات والتحديات. يا سلام هناك الدخول في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع الفائز. راشد بن سيف بن سالم المزروعي يتقدم مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. شوف الدخول، شوف الدخول، شوف التحدي. هذه سلام، سلام محمد بن حزام بن محمد المنصوري يتقدم. كل الأسماء وصلت، كل الأسماء تحركت في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. شوف هذا التجمع الحقائق، الأربعة كيلومترات. نعود إلى المركز الأول، بشاير بشاير سلطان بن معويض بن برغش المنهالي يتقدم. المنهالي يسير مع التنافس والأثارة، ولكن من الجانب الآخر سلام، سلام، سلام تتقدم سلام ويقدمها محمد بن خزام بن محمد المنصوري. يأتي في هذا الاندفاع، يأتي في هذا الانطلاق الجميل الذي يحمل تحديات هذا الشوط. في هذا الاندفاع تجمع كبير، تجمع كبير، و800 متر، 800 متر الأخير، ومحمد بن عتيج بالعرطي يجاوز من الجانب الآخر، يقدم لنا الفائزة، 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 محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يأتي في هذه اللحظات. وعوايد تحركت، عوايد تحركت، غانم بن سلطان بن سالم الهاشمي في هذه
الانطلاقة، شوف الأمتار الأخيرة، شوف جولة الأوامر الأخيرة. الهاشمي 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 على المركز الأول، راعي عوايد، عوايد وغانم بن سلطان بن سالم. الهاشمي يقدم عوايد ونهايتها القوية وأداها الجميل في الأمتار الأخيرة، ما شاء الله. سلام لأهالي السلطنة، سلام سلام في هذه التحديات يا الهاشمي. أشكرك 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 على المركز الأول، وسلام لأهالي الكامل في السلطنة. عوايد غانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، تهانينا والناموس على هذا الفوز وسلالة سكر العاصفة. تقدم هذا الإنجاز المركز الثاني الفائز لمحمد بن عتيجة بالعرطي الحميري. المركز الثالث من وصلت في الحقه لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع لعويضة بن حمد بن سيل الخيلي. والخامسة، المركز الخامس هذه من وصلت سلام لمحمد بن خزان بن محمد المنصوري. هكذا كانت النتيجة. عودي إلى التوقيت الزمني، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء. عوايد كالعوايد دائما بالناموس، 5:57 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا وسلاماتنا لمالك عوايد غانم بن سلطان بن سالم الهاشمي على هذا الفوز، بينما 6:00 من الثاني من قدمت كذلك أداء جميل ورائع. تهانينا محمد بن عتيج بالعرطي الحميري من قدم الفائزة بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث نشوف ثالث المراكز. المركز الثالث على شاشة التلفزيون 6:02 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس مشاهدي الاعزاء الحق محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، تهانينا لجميع الفائزين.